بداية جولتنا النهاردة هتكون من الادعاءات الكتيرة في تقرير نشرته سي ان ان بيحمل مؤسسات مصرية سبب في فشل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وده لوقف إطلاق النار والدخول في هدنة كاملة. خلونا قبل ما نخوض يعني في التقرير أحب أفكر حضراتكم أنه منذ بدء العملية العسكرية في 7 أكتوبر الماضي وسي إن إن بتمارس كل أنواع التضليل الإعلامي وبمنهجية لكل ما يخدم مصالح إسرائيل. هنروح للتقرير اللي أهمل بقى عن عمد تعقيدات المشهد الإسرائيلي في الداخل والانقسامات اللي ضربت حكومة الاحتلال على نفسها، ده غير طبعا حالة الغضب الشعبي في ظل فشل العمليات العسكرية في تحقيق أي مكاسب استراتيجية سواء كانت معلنة أو حتى غير معلنة، يعني منذ بداية الحرب أولها هو تحرير الرهائن. التقرير بقى نفسه اللي قامت بي سي إن إن واللي تم عرضه صار في سياق حفظ ماء وجه حكومة نتنياهو في وقت بتتعرض طبعا في حكومته وحضراتكم عارفين لضغوط شعبية واسعة من أسر الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، مش بس في الداخل أيضا في الخارج وأنتم أعلم. بدلا من أن يبرز التقرير بمهنية عوامل فشل المفاوضات والمستفيدين من استمرار الحرب على غزة هروبا من المساءلة القانونية والسياسية، حملت الطرف الوسيط، الطرف الأبرز، الطرف اللي منذ بدء الحرب وهي تدافع وبقوة، ويعني زي ما احنا قلنا يمكن في بداية حلقتنا جابت الأرض مصر شرقا وغربا شمالا وجنوبا لدعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين ولعب دور الوسيط، والمفاوض المصري قام بدوره على أكمل وجه. الحقيقة يعني بتحمل هذا الوسيط المصري فاتورة الفشل الإسرائيلي المتعمد. هنفند مع بعض هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات وهذا التضليل الإعلامي المتعمد من CNN تحديدا، هنرصدها مع حضراتكم مع الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. برحب بحضرتك يا أستاذ أكرم. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بيك، مساء النور. وكيف قرأت ادعاءات تقرير CNN على الدور المصري واتهامه بإفشال المفاوضات الأخيرة؟ والحقيقة مش سي ان ان بس، طبعا سي ان ان لها سوابق قبل كده، احنا فاكرين في بداية الحرب هي اللي دعمت انه في اطفال حماس خطفت اطفال وبعد كده اعتذرت عن التقرير. وبرضه نفس القصة النهاردة، فكرة المصادر المجهلة هي الافضل انها تنسب اما المصادر الاسرائيلية او لمصادر امريكية، وكلاهما كانوا طرف. لكن الحقيقة دي بقى التسريبات اللي برضه من المهم، هل سي ان ان هتعتذر عن مثل هذا التقرير؟ اولا مصر هي الطرف الاهم والاكبر في بذل الجهود، مش المره دي، المرات اللي فاتت. وبالتالي المصادر الكاذبه، انا بسميها ايه؟ النسبه الى المصادر الكاذبه، لانها مصر في المرات اللي فاتت كلها على مدى السنوات سواء 21 22 وقبلها كانت هي اللي بتقدم المبادرات لوقف الحرب. صحيح. واخر الامر انه لا يمكن المزاعم الساذجه المضحكه الحقيقه اللي نشرتها او ذاعتها سي ان ان، اللي هو الخاصه بانه الدور المصري انه غيروا في الصياغات هنا، بزعم انه المعابر مش اسرائيل اللي اغلقتها، والواقع انه معبر رفح من الناحيه المصريه كان مفتوح 24 ساعه طول الايام لدخول المساعدات ولاستقبال الجرحى. لكن هذا الامر امام المعادلة الدوليه كانت بتكذبه صور الاقمار الصناعيه والفيديوهات وغيره. نفس الامر المره دي، الفشل الحقيقه هو بيحاول، مصر كانت حاده جدا في انها حملت نتنياهو المسؤوليه كقوه احتلال بوصفه مسؤول عن اطعام وعلاج الفلسطينيين في غزه، وانه مصر كانت طول الوقت بتتعامل مع هذا الامر بشكل مسؤول ايضا وما تزال، لكن كقوه احتلال مسؤوله دوليا، فطبعا ده فضح. حضرتك عايز تقول ان اسباب هذه الاكاذيب هو فشل دوله الاحتلال الاسرائيلي وحكومه نتنياهو سياسه رغبتها في الترند او انحيازها، او انها مدفوعه من قبل نتنياهو وحكومته المطرفه اللي النهارده منقسمين داخليا، واصبح في اتهامات واضحه، واصبح وزير الدفاع النهارده بيتهم نتنياهو بالمسؤوليه. فسي ان ان قبل كده احنا قلنا اكتر من مره بتتورط في تقارير، اعتذرت قبل ذلك، هل هتعتذر المره دي؟ دي نقطه مهمه. ثانيا هي متورطه في محاوله الاساءه لمصر اللي هي الطرف الاقدر والاقوى والاكثر تركيزا في تقديم المبادرات والتواصل مع كل الاطراف الحقيقه.
فقبل ذلك طبعا عملوا ده مع بعض الاطراف، يتلجأ الى يعني الولايات المتحده طرف فاعل، واتهاماتها بالمناسبه لاسرائيل تحذيراتها ليها، لكن هو تواطؤ في انه فيه تواطؤ واضح للطرف. ان ما تقوم به وسائل اعلام امريكيه وغربيه زي سي ان ان هو محاوله للتشويش على استصدار اوامر اعتقال بحق عدد من القاده الاسرائيليين من محكمه العدل الدوليه؟ بالتاكيد من المحكمه الجنائيه، وايضا نعم، من الجنائيات الدوليه، وايضا من محكمه العدل. بالمناسبه الموضوع بيتفاعل بشكل كبير جدا، والاعترافات بالدوله الفلسطينيه من دول مختلفه. بالفعل السؤال اللي انت بتساليه مهم جدا. هو تواطؤ، وربما تكون هناك اطراف، مش هقول كل الاطراف الامريكيه، لكن هنا ممكن تكون هناك اطراف امريكيه كما هي العاده التي تدعم حكومه نتنياهو المتطرفه، متورطه في هذه التسريبات وهذه الاكاذيب، لانه يجب على الطرف الامريكي اذا كان حريصا على هذا الامر ان يسارع باصدار تقارير، وهو طرف فاعل، المخابرات المركزيه طرف، في اطراف امريكيه، مصر بتتواصل من باريس لقطر للدوحه او يقوم بعمليات عسكريه في رفح رهانا على انه يقضي على المقاومه، وده ما حصلش حسب الانقسامات اللي موجوده كمان في حكومته. فهو بالفعل عالق، وهو بالفعل النهارده في انقسام في حكومته، كله بيقفز من مركبه، وبالتالي فهو يحاول البحث عن شماعات يعلق فيها فشله سياسي، بالاضافه خارجيا الحقيقه، بالرغم من التهديد لمحكمة العدل الدولية أو الجنايات الدولية، صدرت بتصدر أوامر اعتقالات وبتصدر تفاصيل، والعدل الدولية وجنوب أفريقيا، وأظن أنا شخصيا شايف أن التفاعل مع هذه القضايا وموقف مصر الحاسم بالمناسبة في هذا الأمر ده جزء مهم يجب وضعه في الاعتبار، لأن موقف مصر في هذا الأمر حاسم جدا، ومصر لديها تفاصيل كثيرة، وهي طرف وسيط نزيه، ويحظى بثقة إقليمية ودولية، وهذه الثقة في الحقيقة بتقوي الدعوة أمام محكمة العدل الدولية. وبالتالي قبل ذلك رفح، قبل ذلك الأسلحة اللي هم عاجزين عن معرفة مصدرها، برغم أن هي بتدخل اختراقات داخل الجيش الإسرائيلي، الحقيقة ده مش فشل، ده فشل ذريع. أولا الكلام جالنت أو وزير الدفاع أو غيره بيقولوا له أنت لم تستطيع القضاء على كذا، بيقولوا له بيسلط اللي هو بن غفير أو وزير الماليه انه يقولوا لا انتوا عاوزين تقوموا دوله متطرفه ما بعد الحرب، طب هنعمل ايه في اليوم التالي؟ احنا ما عندناش خطط. النهارده في فضيحه حقيقيه سياسيه برغم امتلاكه لكل هذه القوه، وبالتالي فالعمل الاهلي والمدني ومحكمه العدل وغيره والتحرك في الغرب بيمثل بالفعل ضغط عليه، وكاشف فعلا لفشله دوليا واقليميا، وسين انه متورطه ومتواطئه مش لمرة أولى، ده لمرات مختلفة في هذا الأمر. صحيح، الحقيقة يعني ليست هذه هي الواقعة الأولى لسي إن إن فيما يخص يعني ارتكاب فيك نيوز، نشر معلومات مضللة خلال الفترة الأخيرة. يمكن رويترز كانت لسه نشر أيضا جزء من هذا التضليل الإعلامي اللي بتمارسه سي إن إن، كان وقع في 20 مايو 2024. أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا ليك.